كانت حلقة النهاردة بالنسبة لي أنا كانت حلقة صعبة عشان كان فيها خبر حبس زميلي خيري رمضان. كلمة أخيرة في إيه؟ هذا الموضوع، الحقيقة أنه العلاقة بين الإعلام والشرطة هي علاقة مستمرة، والعلاقة لازم تستمر بشكل إيجابي وبشكل نقدر نتعاون فيه مع بعض. مش بنقول ان اللي غلط ما يتعاقبش وما فيش على راسنا ريشة، لكن نتمنى ان يكون العقاب على قدر الخطأ. برضو ما بتدخلش في التقاضي وفي وضع النيابة وفي ما تفعله النيابة ولا في التحقيقات. بكرة خيري هيتعرض على قاضي التجديدات لانه هو كده تم 3 أيام محبوس وهو خد 4 أيام، فبالقانون يعرض على قاضي التجديدات. مش عارفة إذا كان صح ولا لا، أن أنا يعني أتمنى من الداخلية أنها تسحب البلاغ وأن احنا ننهي هذه الأزمة، لأنه دي أزمة سخيفة مش محتاجين أنها تطول أكتر من كده. عموما مرة أخرى ده حرصا على العلاقة اللي بيننا اللي نتمنى أن تستمر بشكل جيد في تعاون من أجل مصلحة هذا البلد. بشكركم شكرا جزيلا، نتقابل بكرة، وهذه لميس الحديد، تحييكم، تصبحوا على خير.